النقطه الميزه حكايه الالزامي، يعني جميع المواطنين هيشتركوا. النقطه الثانيه مبنيه على التكافل الاجتماعي، يعني اللي دخله كبير هيدي جزء من دخله، واللي دخله قليل الدوله هتتحمل غير القادرين. الميزه الاخرى ان هو هيكون في فصل تام بين التمويل وتقديم الخدمه، وده اهم حاجه في التامين. ايه بقى دي؟ اوضحها لي بعد اذنك. اوضحها. التامين القانون بيقول ان انا هكون ثلاث هيئات. هيئه عامه للتامين الصحي الشامل الاجتماعي، وهيئه الرعايه الصحيه وتقديم الخدمه، وهيئه جوده. دول الثلاث هيئات اللي هيكونوا، يبقى تمويل، رعايه، جوده. بالظبط. التمويل هي اللي يعني بتدير المنظومه وبتحط التسعيره وبتتعاقد وبتشتري الخدمه للمشترك بالبلدي كده. يعني الهيئه دي هيئه التامين الصحي مش هتقدم خدمه خالص، في فصل هي شغلتها انها تتعاقد تسعر جيدا، تتعاقد وتسعر. والقانون الموجود فيه الهيئه الحقيقه قانون جيد لانه مدي مرونه، يعني حضرتك كمواطن تقدر تختار انت هتتعالج فين. ممكن اقول انا عايز المستشفى دي او دي او دي، لو متعاقد مع التامين الصحي، لو مش متعاقده بشروط الجوده. لو مش متعاقده حضرتك روح اتعالج وتاخد ريفاند سيستم. لا سيادة، مهم جدا. يعني كان حضرتك بتقول لي ان جزء من اللي احنا بنعمله ده ان المستشفيات لازم الاول تقبل من هيئه الجوده والاعتماد. وده دي ميزه الهيئه. ما انا مش هدخل، مش هكرر المأساة، مش هودي المواطن تاني المؤمن عليه باشتراكات في مناطق لا طريق او لا تقدم الخدمه بطريقه جيده او حديثه او متطوره. ولذلك زي ما قلت حاجه هنبدا قطاعيا.